أبدأ مما توجهت إليه هيئة النزاهة من فتحها باب التقصي والتحري بشأن رشا حدثت للتصويت إلى مرشح معين خلال جلسة اختيار رئيس مجلس النواب. كيف من الممكن أن نقرأ هذا المشهد؟ أنا أكيد هي العملية شهدت كثير من الشد والجذب والتسقيط السياسي، واستخدمت كثير من القوى السياسية هذه العملية كوسيلة لتسقيط بعضها الآخر، وبالتالي وجهت حتى اتهامات لبعض القوى السياسية بأنها أخذت رشا وأنها لم تتماشى مع الموقف العام. بالتالي هي القضية أولا يعني مسألة الترشيح هي لم تكن حديثة أو وليدة لحظة ليلة أو يوم الانتخاب، وإنما كانت الأسماء مطروحة منذ أكثر من شهر وتم تداولها في الإعلام وتم النقاش عليها من قبل القوى السياسية وبالذات يعني قوى الإطار التنسيقي، ثم بدأت هذه الأصوات تتحدث في يوم الجلسة عن وجود رشا ووجود اتهامات لقوى أخرى. لذلك جاء البيان الذي صدر من منظمة بدر الذي كان هو ربما يحمل في طياته نوع من العتب على القوى السياسية التي تتحدث فيه وتقول أن بدر معروفة بجهاتها ومواقفها المتوازنة التي كانت مع القوى السياسية بصورة عامة. ثم المرشح يعني عندما نتحدث عن شعلان الكريم، أولا هو عضو للبرلمان العراقي منذ عام 2010 في بعد عام 2003 حدثت كثير من الاستثناءات والتفاهمات والتصالحات يعني حتى بين القوى السياسية، وبالتالي هذه العملية المفترض أن يعني لا يتم استهداف بها قوى بحد ذاتها، يعني هذا ما جاء في نص البيان، وهو واقعا يعني ربما بعض القوى السياسية حاولت أن تستخدم هذه الورقة لتسقيط القوى الأخرى، وربما يعني حسب ما أشار البيان أن بدر اليوم هي بالفعل هي متقدمة في عدد المقاعد يعني عن بقية القوى السياسية، لذلك تم هذا الاستهداف. القضية يعني مسألة تداول أنه تم رشا خلال جلسة البرلمان أو داخل البرلمان، طبعا هذه هو أيضا نحن ننتظر التحقيق، لكن بنفس الوقت ما هي الآلية وكيف تمت وهذا ما نود الحديث به سيد الجابري اليوم، يجب أن يكون مسؤولا. نعم، بعد ظهور مثل هكذا قضية على الملأ وأمام الرأي العام، السيناريوهات اليوم مفتوحة في المشهد النيابي، بمعنى هل سيتم الذهاب باتجاه أسماء جديدة أم سنذهب باتجاه نفس الأسماء التي طرحت، وكما قلنا تحقيقات اليوم وتقصي وتحري ولا نعلم إن كانت هنالك سيصار إلى نتائج أم لا؟ نعم، يعني هي أول الأسماء التي تطرح يعني أو العرف السياسي الموجود في العراق أن الرؤسات تقسم بين المكونات، وهذا التقسيم طبعا هو ليس قانونا وإنما هو لأجل استقرار العملية السياسية ولأجل طمأنة الشركاء. بالتالي منصب رئاسة البرلمان هو مناط بالأخوة السنة، وهنا الاختيار يعني أولا يعني بقية القوى هي تمضي مع رأي المكون حيث يختار من يختاره ويتم النقاش على هذه الأشخاص، لكن الاختيار يتم من أغلبية المكون. يعني عندما اعترض الإطار التنسيقي في فترات سابقة اعترض يعني على التحالف الثلاثي، اعترض بأن الذي سيمثل المكون هو لم يمثل أغلبية المكون. بالتالي هذه العملية المفترض أن تحظى بقبول يعني أو بأغلبية المكون، ثم النقاشات السياسية وطرح الأسماء. بالتالي هذه القضية ستكون رهن التفاوضات السياسية القادمة، و من المفترض أن تكون هذه التفاوضات بعيدة عن الإعلام وبعيدة عن التسقيط.